صار في جدل إذا هالجلسة اللي صارت امبارح لمناقشة أقرار الموازنة دستورية ولا مش دستورية. الفكرة أنه هو في مادتين قانونية نحن هلأ صاروا فوق بعض هيك overlapping. أول وحدة نحن بالمادة 32 من الدستور بتقول أنه بعد تشرين بيفتح المجلس النيابي عقد عادي وما بيقر أي مشروع قبل إنجاز الموازنة. يعني هذا العقد العادي الأولوية فيه لأقرار الموازنة، وبلغة صريحة ما في يشتغل شيء قبل هذا الشيء. تأخرت طبعا مجلس النيابة والحكومة السابقة لأرسلوا الموازنة، واللي صار بهذا الوقت مثل ما كلنا بنعرف استقالت حكومة، أخذنا وقت لتكلف رئيس وألف حكومته، ألف حكومته بس ما أخذت الثقة. هون بصير في مادة دستورية تانية، المادة 69 بتقول أنه بحال تشكيل حكومة بيفتح المجلس النيابي دورة استثنائية هدفها الوحيد هو اعطاء الثقة للحكومة. اذا نحن من عقد تشرين مفروض يكون بالعقد العادي الهدف والهم الاساسي هو تأليف الحكومة، هو عفوا اقرار الموازنة، ومن بعد تشكيل الحكومة فتنا بعقد استثنائي فوقه ما بيعمل شيء الا ينطر الحكومة تقدم بيان الوزارة لتعطي على اساس الثقة. المنطق بيقول وتيصير في هيدا الحالة الدستورية، إذا كانت اليوم الحكومة عم تتعسر بالتأليف لوقت طويل وللانتظام العام في حاجة لأقرار موازنة بالأيام العادي، بوجود حكومة تصريف الأعمال بيقدر طبعا مجلس النيابة يقر موازنة. إذا فتنا بسنة مالية جديدة حتى تصريف الأعمال ما بتقدر تصرف ولا ليرة من مصريات الناس ولا تكلفهم بضرائب من دون إذن تشريعي من مجلس النواب. بقى المشكل وقتها تكون مش هيدا هو الوضع، نحن بوضع استثنائي اقتصاديا وماليا، وضع الليرة وضع البنوك كلنا بنعرفه، والحكومة عم تيجي تقول رئيسا امبارح اجا قال انه خلال اسبوع كحد اقصى بده يكون انجزت البيان الوزاري وحولته على مجلس النيابي. هل يعقل يجي المجلس النيابي يفرض على حكومة جاية بهالظرف الاستثنائي تحديدا موازنة اعدتها حكومة سابقة قامت عليها مظاهرات واسقطتها بالشارع من بعد هالطرح اللي زادوه على الموازنة اللي ورقة الحرير الشهيرة؟ شيء ما بيتصور عقل. بقى هيدا المستغرب وهيدا الوضعية الدستورية تبع جلسة امبارح كان الاهم منا استغلال الوقت الضيق اللي قربت معه انه الحكومة تاخد الثقة وتصير حكومة بتعمل هي موازنتها بناء على خطتها هي، لواحد يقطع موازنة كتهريبة وللأسف بموافقة رئيس الحكومة الجديدة وموافقة المجلس النيابي وغياب المعارضين عن الجلسة. وهذه نقطة سيئة لأنه كان فيهم المعارضين يحضروا ويصوتوا ضد الموازنة، خصوصا شفنا قديش أخذت أصوات بالأربعينات، يعني كان بيقدر يتأمن أكترية لأسقاط الموازنة، والموازنة بمجرد ما تصوي يصوت ضد المجلس النيابي بيكون ردة للحكومة لتعيد النظر فيها. الكل اشترك بالمشهد لا يقطع هالتهريبة. شو الهدف؟ الهدف بكل بساطة قدام المجتمع الدولي اللي رح نروح بكرة لعنده كرمال صندوق النقد وناخد قروض بالوضع اللي احنا فيه، لازم شكليا على القليل يكون الدولة عندها موازنة، لان ولا دولة ولا جهة خارجية معقول تدين بلد بالحالة اللي احنا فيها ويكون منه عامل واجبه والبديهي يكون عنده موازنة. احسن ما يحملوها للحكومة الجديدة مهمة انها تعمل موازنة وعيون الداخل والخارج تفوت بتفاصيلها. لزقوا الحكومة لزقوا الموازنة بالحكومة القديمة، قطعوا تهريبة وعفيوا الحكومة من أي موجب أنه يعملوا موازنة جديدة. وللأسف بلبنان بما أنه ما عندنا حسابات مالية تنرجع، لأنه الموازنة آخر شيء هي شو؟ هي ارتقاب. أنا سنة الجاي شو بدي أدفع مصاري وشو بدي أقبض مصاري؟ تعمل موازنة شوف عقداش مكسور وقدر زبط أرقام الدولة بناء على توجه إلي خطة إلي اللي بتقول أنا بدي أصرف مصرياتي هون مش هون، هو بيطلعوا هالقد كلفتهم بدي أمن لهم مدخول هالقد. ومفروض آخر السنة من بعد ما يكون المجلس النيابي قبل أنه أنا أصرف هون مصريات باسم الناس اللي عم بقبض منهم الضرائب، آخر السنة ارجع لعنده قل له هو أرقامي من بعد ما خلصت السنة تيتأكد التزم بالإذن اللي أعطيني تخطي ولا شو عمل. هيدا نحنا قلنا من 92 ما بيصير، وحسابات الدولة كلها أنجزت بوزارة المال وبعد ما حدا أقرها وفتنا بالوضع اللي نحنا فيه. بقى أقروا موازنة كلهم عارفين إنه ما حدا أصلا بيلتزم فيها، وكل الموازنات السابقة ثلاثة اللي قطعوا قعدنا 12 سنة قبلهم بلا موازنة،
وال15 سنة اللي قبل ولا مرة حكومة التزمت بالرقم اللي قدمته للمجلس النيابي بالموازنة تبعهم. بقى شو بتخلص هالموازنة؟ تهريبي ما حدا أصلا رح يلتزم فيها، لنبري حالنا قدام المجتمع الدولي تأزعزنا أي اقتراض منه ونقول لهم هيدي موازنة عملنا لكم إياها. أما بالنسبة للتبرير اللي انعمل من رئيس لجنة المال والموازنة بالأول، بس هو عم يحكي باسم الكل لأنه هيدي آخر شيء فيها شيء من التهريب مثل ما قلنا، والتهريب ما بتقطع إلا إذا كان الكل مشترك بصياغتها. الأساس بتبلش عند وزير المال السابق علي حسن خليل اللي هو اشتغل على أرقامها، فوقه في رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل اللي أحدوا الورقة بين مزدوجين الإصلاحية اللي انزادت عليها اللي أعلنها بعد 72 ساعة على بدء المظاهرات بتشرين الماضي. شو النظرية اللي قالها امبارح؟ قال نحن بنعرف انه الارقام اللي انعملت على اساسهم الموازنة قبل تشرين صارت مختلفة تماما اليوم مع الانكماش الاقتصادي، وانه سكروا البنوك اخر شيء الدولة، من وين بتجي مداخيلها؟ من وراء استهلاكنا ووجود المال بالسوق. لان مثلا مثل صغير كتير، التفقة هو اقتطاع من كل سلعة بنشتريها 11% من سعرها بيروح للدولة بطريقة طويلة. هيدا المبلغ اذا نحن بنخفف استهلاكنا كنا ندفع 1000 دولار صرنا ندفع 500، خفوا الاموال اللي بتفوت للدوله. بقى الانكماش بياثر مباشره على مدخول الدوله. طيب انتم كنتوا عاملين موازنه عم ترتقبوا وتطلعوا من الضرائب رقم هلا ما راح ينزل كتير، خاصه انه الارقام اللي عم ينحكى فيها عن اخر 3 اشهر قديش تراجعت عن المتوقع بموازنه السنه الماضيه كان بحوالي 20 ل 25% تراجع. قال صحيح هذا الامر، حكينا مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، أكدوا لنا أنه عطيونا الأرقام أول شيء وزير المال عن تقديرات جديدة، فخفضنا الواردات ورجعنا نحن خفضنا بالتفاوض كمان معهم النفقات. يعني فعليا عم تتصرف لجنة المال موازنة كشريك للحكومة السابقة بإعداد موازنة جديدة بوقت هي مفروض تكون سلطة رقابية فيها بكل بساطة تعترض على مبدأ وجود هذه الموازنة بهذه الطريقة، ونروح على حكومة جديدة تعدى ما عملوا هذا الشيء وقدموا هالموازنة بأرقامها. الاتفاق اللي صار انه كان على ايام سعد الحريري مقدم ورقته انه يصير في صفر عجز. كيف بيصير الصفر عجز؟ ارقام احنا عملنا عنه فيديو سابقا انه منا واقعية وغير قابلة للتحقيق، كان ابرزهم انه المصارف بلشت القصة، انه المصارف رح تساهم ب 5100 مليار ليرة. تنبسط الأرقام يعني حوالي 3.3 مليار دولار. بعدين بنكتشف انه هال 5100 مليار مش المصارف، في 4500 مليار منهم مصرف لبنان هو رح يدفعهم، و 600 مليار ليرة المصارف رح تدفعهم. بنكتشف امبارح بكلمة النايب ابراهيم كنعان انه لجنة المال والموازنة قعدت مع حاكم مصرف لبنان وقعدت مع جمعية المصارف. حاكم مصرف لبنان أكد التزامه بال 4500 مليار، أما المصارف فأعربت عن قلق أنه يمكن ما تقدر تسكرهم. إذا المبلغ الصغير اللي كنا حاطينه على المصارف العوض بسلمتكم راح، باقي ال 4500 مليار اللي هو مصرف لبنان راح يأمنهم تنخفض عجز الموازنة، بما أنه مثل ما حكينا قبل شوي قلت إيرادات الدولة بشكل كبير رجع ما قدرنا يكون صفر العجز، طلع على 4400 مليار ليرة، أما رقم قريب لما أكون عم بغلط بالأرقام. طيب السؤال، ال 4500 مليار اللي عم يدفعها مصرف لبنان إنه ليش بشيل هالنقطة بحطها بالإيرادات لنقص العجز بدل ما يكون شي 8800 مليار أما شي قريب على هيدا الرقم، نزله لل 4400. ما أصلا مصرف لبنان هو اللي عم يدفع كل عجز الدولة، لأن ما في جهة لا خارجية ولا داخلية عم تقبل تدين الدولة من حوالي 3 سنين. شو يعني بيعمل اتفاق أنا ومصرف لبنان بيقول لي رح أعطيك 4500 يحطهم بوارداتك؟ عم نعمل ألعاب رقمية تنوحي إنه عملنا شيء ونحن ما عملنا شيء. مصرف لبنان آخر شيء عم يتصرف كمؤسسة عامة من هالجيبة لهالجيبة إذا عم يشيل المصريات. واللي الغريب والمش الغريب، السيء بهذا الموضوع انه بيقدر ينلعب هالألعاب وينضحك على العالم فيها لسبب كتير بسيط، انه مصرف لبنان ما بيعلن عن وضعيته المالية لانه ما بيعلن عن موازناته بصورة لازمة من سنة 2002 لليوم. اذا صارت لعبة رقمية تنوح انه نحن عملنا اصلاحات تنخفف العجز تبع الموازنة بالوقت هيدا، غير انه من الجيبة للجيبة، واذا شلناهم من حساب مصرف لبنان كمان عندنا مشكل، ما مصرف لبنان للبنوك ما عم بيقدر يكمل، كيف بده يدفع كل هذا المبلغ؟ زيادة عن هذا الموضوع توصل لآخر شغلة انه
الوضعية المالية تبع الموازنة كلها رح ترجع تلتقي بالحقيقة اللي بتقول انه العجز الحقيقي هو 6 مليار، وهون بدنا جواب حقيقي. اجت الموازنة تخبيه بأرقام كاذبة تتقول ما عندنا مشكل الا بهيدا الحجم، تنروح عند الجهات الدولية مع هيدي الأكاذيب بوقت هي مشكلتنا هالقد، وإذا ما منقاربها إنه هي هالقد كأنه ما عم نعالجها وعم نأجل المشكل ونأجل المشكل.